هشام عبود جيش يديرهم دوما الإرهاب يا ليش يديرهم هشام عبود جيش يديرهم دوما الإرهاب يا أسئلة المتابعين وتعليقهم كذلك على سؤالي على الإيميل، وكما قلت أعتذر الإخوان اللي يرسلوني ما تصدق علي رسائلهم، إنه عندي 4998 رسالة مازال ما تقرأتش ما تفتحتش. اسمحوا لي 4998 إلى حد دونك ناخذ هكذا اوزع رسائل تاع الاخوان بسلام. الوغ نمشيو للتعليق الاول او السؤال الاول. في اخ يقول لي وانا افكر في منطقة في منطقة انفصالية في الجزائر لها أسس للدولة، خطر ببالي دولة نادي الصنوبر. والله هذا الأخ عبقري، يعني كان جاي تشوف يحوسكش منطقة اللي تطلب تدير دولة واحدة. إيه دولة نادي الصنوبر كلوب دي بان قالت عندها كل مقومات الدولة، وهذا وهذه بعد مميزاتها، عندها تراث بيان سور عند كلوب ديبا، عندها اللغه هي اللغه الفرنسيه، العمله اللي تعمل بها العمله الصعبه هو الاورو، الدخل المتوسط للفرد اكثر من 4000 اورو شهريا، نوع الحكم نظام ملكي، العاصمة في باريس، هي الدولة راهي في كلوب دي بان ولكن العاصمة راهي في باريس، الاقتصاد مبني على نهب ثروات الجزائر، ومتوسط العمر من جوجي لو طلع للفوق، معدل البطالة صفر. هي كاينه حاجه هو انه هاد العصابه هذه الاقتصاد تاعها صح نهب خير الجزائر، ولكن ثاني مبني على تجاره الكوكايين سبيسيالتي، لانه احتكار تجاره الكوكايين احتكار. فوالا شكرا اخ هذا اللي كلمنا يعني على دوله انفصالية. يا هل ترى نظام جزائري يعترف بالدولة تاع نادي الصنوبر ولا ما يعترفش؟ انها خارجة منه، او كش ما نسبوا دولة من دول العالم اللي سام دولة نادي الصنوبر، دولة نادي الصنوبر اللي هي عندها مميزات خاصة بها. نعديو إلى سؤال ثاني يكون بعد الجينجل كذلك.